من جديد مشاهدينا نتواصل معاكم تحت هذه الظلال الوريفة اللي بتجمعنا كل مساء، وجديد الفقرات بالتفكيت من خلال هذه الحلقات الممتدة. في هذه المرة حيكون معي واحد من الشخصيات السودانية، الشباب السودانيين المتميزين المعطائين في الحقل الكبير، الحقل الفني، وعنده مجموعة من الإسهامات في الوسط الفني بأفكار مختلفة. يمكن عمل في هذا المجال قرابة 18 عام. سعيدة جدا أنه يكون معي السيد حسين الحاج، ناقد فني ومتعهد للحفلات وكذلك ممثل اتحاد الفن السوداني. سعيدة بك ومساء الخير عليك، نورتنا. مساء الخير عليك وعلى التيم العامل، وربنا يديكم الصحة والعافية إن شاء الله. اهلا بك. الله يبارك فيك. انا شايفاك صغير كده وقلت 18 سنه. والله اصلا العلاقه بتاعت المجال، اصلا انا بديت يعني انا اصلا مواليد خرطوم 3، فكنت تجار لعثمان حسين والواثق الجيراني وخالدي، فالحاجه دي جات يعني اصلا انا بحب الفن يعني من زمان بحب ما كان ذاته هوايه بتاع الشغل اصلا. يعني الشغل اللي جاء مؤخرا فضغط البيئه عليك. ايوه، بس فالبيئه اللي حواليني كانت كلها مشبعه بالحاجات دي. لكن الغريب انه الاسره كلها ما في زول عندها علاقه ولا ما في زول. 18 عام انت في المجال ده، يعني انا عرفت انك انت ممثل اتحاد الغناء السوداني، نعم، مشغول في الارتباطات الحفلات، وايضا متعهد الحفلات، عندك برضو افكار لاشكال الفيديو كليبس. في الاغنيات بتعمل على ايضا اشراك الشباب في اعمالهم الفنيه، بتديهم كده زي ما بيقولوا سبورت. أيوة. او بتدعمهم. أيوة. وكمان ناقد فني. اكيد طبعا. الحياه دي كلها اتلمت فيك ما شاء الله تبارك الله. الله يديك العافيه. وانت من خلالك انت تقدم حاجه جميله جدا. خلينا في البدايه نتكلم عن الصعوبه اللي تكلمنا عنها في جمع هذه الاشياء مع بعض، في انك تقدم حاجه للمجتمع السوداني. والله شوف، هي الصعوبه انه اول حاجه يعني اسي للاسف انه مؤخرا طبعا الناس بقت انه تفتكر الفن ده وحاجه سهله. طبعا الناس الفتره الاخيره بقى هو طبعا عباره عن بيزنس طبعا، يعني الناس بقت بتشوف يعني مجموعه من الفنانين يعني انه ناس يعني وضعهم متحسن والتفاصيل دي، فبقت الناس ترجع للفن. لكن انا دائما بقول انه الفن ده هو رساله قبل كل حاجه، فانت لازم تكون الحاجه دي يعني احساس فيك. يعني ما ممكن انت تكون مثلا ما لاعب كوره وتكون تقول انا بلعب كوره، ما في علاقه بيناتهم الاثنين. فالفن هو عباره عن احساس ورساله مبدئيه قبل كل شيء. صحيح. فزول لازم يكون هو ذاته بحس الحاجه دي عشان تقدر فنان يعني، او عنده جزء من الفن، لازم يكون عنده موهبه او يعني حب يعني بالضبط كده. ففي ناس ما عندها لا حب لا موهبه، يعني في ناس ساي بس كده بس بيجوا خاشين في محظوظين الموضوع. يعني هم محظوظين، لكن يلا الفن ده ما بيرحم على فكره. صحيح. يعني لانه الشعب السوداني اصلا كله معروف انه اي يعني اي بيت يحب، نعم، يحب الفن وبيعرفوا الفن السوداني تمام. بعدين الفن واضح، الفن السوداني يعني فننا ده ما معقد، يعني هسه برا شوي احتمال يكون الحاجات مختلفه، لكن هنا في عندنا الفن في السودان واضح جدا، فاي بيت بيكون بيعرف. يعني هسه في الحفله لو جابوا زول شويه تعب يقول لك يا اخي معقوله ليش نزول التعب؟ انزل. يمكن احنا يعني زي ما انت تحدثت وتفضلت، في اسرنا السودانيه، في بيوتنا السودانيه، الفكره بتاعت الاستماع للاغنيات، الفكره زمان بتاعت الاستيريو المسجل في البيت، الاشرطه، عدمت الحاجات دي، بتلقى في جركانه يعني ناس البيت يتغدوا كده العصريه وقعدوا يدندنوا. فالأسرة السودانية كلها حتى الممتدة فيها إن هي أسر يعني دائما مبدعة وممتعة في المجال الفني. خلينا نتكلم في البداية عن إنه كيف أنت تقدر من خلال الرسالة بتاعتك اللي بتقدمها للمجتمع السوداني تسهم بفنك كرسالة مجتمعية بتوعي من خلال كل الفنانين، غير المشاركات اللي بتكون برا السودان. والله يا أخي أول حاجة أنا بحاول يعني مثلا زي ما بقولوا مساهمتي بتكون دائما في شنو، في إنه يعني الجيل الجديد ده القايم ده الهسي ده، بتمنى انه مثلا الشباب ده يعني الرساله ذاتها تكون رساله ساميه، يعني الناس تقدر تتعامل مع الموضوع ده بصوره ايجابيه اكثر من صوره سلبيه، او ما يفكروا فيه ماديا زي ما قبيلك قلت لك. ليه؟ عشان انت في نفس الوقت بتكون قدمت رساله، ما هو الفن رساله، ما انت لو ما وصلت رسالتك دي للناس ما حتقدر تصل زي ما الناس اللي وصلوا قدامك دي. طيب انا خليني اتكلم عن انت دخلت المجال ده قلت قبل 18 سنه. انا عرفت برضو انت مشرف على المشاركات الغنائيه الموجوده باعتبار انك انت ممثل اتحاد المهن الموسيقيه. والله اول حاجه المشاركات دي دائما اول حاجه اغلبيتها ما بتجي يعني مخصصه لجهه معينه، بتجي دائما من افراد او من اشخاص بيكونوا مثلا حابين يعملوا مثلا شيء او يعملوا حفله او يعملوا ينظموا برنامج او كده، يعني زي السعوديه والامارات وباقي الدول يعني عموما.
فبيقوموا مثلا بيتصلوا علينا باعتباري انا المتعهد من الحفلات هنا في السودان وقريب انا طبعا من الفنانين جدا جدا كل الفنانين اليوم التحيه ربنا يديهم الصحه والعافيه فبكون يعني انا حلقه وصل يعني قريبه خالص للفنان بقدر اوصل لك الحاجه دي لانه طبعا انت عارف الفنانين مش هم بردوا او كده او الكلام اللي بتقال ده لكن هم بيكونوا مشغولياتهم صحيح كثيره يعني زول صحيح. بيكون في اليوم عنده حفلتين عنده ثلاثه لازم يكون في زول بينظم له طيب يعني انا قبل اتكلمنا عن انك انت عندك نظره حصيفه بالنسبه للبيئه اللي حولك النشأة في خرطوم ثلاثه كانت يعني مكان بيجتمع فيه المبدعين طبعا باعتبارك انك انت برضه ناقد فني يعني انا ما اعرف الحاجه دي انت اكتسبتها برضو بمرور السنوات واذا كان كده خلينا نتعرف على اكثر الحاجات اللي ممكن انت يعني تنغدها فنيا وموجوده الان في الساحه والله اكثر حاجه انا بنتقد الان الغنى الهابط ده انا ما المبتذل ده غنى اول حاجه ما فيه رساله ثاني حاجه يعني ما يعني بحس انه يعني في مزيكا بس شغاله لكن ما في كلام يعني في الكلام ذاته بيتقال يعني بسيط ما مش بسيط اصلا ما هو ما كلام ذاته يعني يحسب يعني انه يعني حاجه عاديه كده فهمتيني فيا ريت الناس ترتقي بالحاجه الكويسه لانه انت كل ما ارتقيت بنفسك كل ما ارتقيت بالحاجه الافضل كل ما انك انت هتمشي عليه لكن برضو نرجع نقول انه ما طبعا المجال ده على فكره فيه شغلين في شيء بس بيحضر الغنى السمع والغنى الرزين وكده يعني عنده جمهوره برضو عنده جمهوره وعنده ناس وانا برضو لي يعني بحترمهم جدا ودي حياتهم لكن طبعا بشوف انه الحاجه لكن الفن فن متفق انه الفن فن ايوه بس بالضبط والفن كده. يعني بعيدا عن التشويه بيعجب داخل وخارج السودان كل المتلقين بالضبط كده وبعدين في النهايه احنا الحاجه دي بتمثل يعني بلد ما بتمثل زول بتمثل صحيح. السودان بحاله يعني انا على ذكر كلامك ده كنت في مناسبه قبل فتره يعني مناسبه سودانيه يعني عرس سوداني ففي فنانه انا ما حقول اسمها يعني هي موجوده في كل منصات التواصل الاجتماعي تمام والعرس ده يعني صراحة أول فرح ده يعني كان زول قريب لي شديد أنا بحكي دي حاجة على المستوى الشخصي فعلى قولك إنه الفنانة دي محتمدة على الموسيقى أكثر يعني كل مرة إحنا بننتظر إنها تقول حاجة يعني اثنين كوبليه أو واحد كوبليه ونص ما محصل والباقي موسيقى فإحنا سيبنا الكده وبقينا بنقول يا إخواننا إحنا منتظرين تاني كلمة كلمتين فما في حاجه بتطلع يعني غير الموسيقى يعني ده دلاله على كلامي صح ايوه يعني فيلا دي المشكله فيا ريت انه الناس حتى انت معلو الغنى الخفيف ده ده بنسميه غنى خفيف غنى السوق يا اخي الغنى ده في ناس في شعراء بيطلعوا كلام ممتاز ممكن يطلعوا لك حاجه تليق بالحاجه دي كويس وانت تواصل عليها معلو صحيح يعني ما ضروري انك انت بس تكون بتباري الناس طيب احنا هنتكلم عن برضو واحد من اجمل الاغنيات اللي يعني غنى الحقيبه مثلا وانا بقول ده يعني فيه مجايله رهيبه جدا جميله جدا وفيه تناول مهم جدا يعني احنا بنحيي هذه الامجاد الكبيره على يعني المجايله اللي ممكن الان الشباب تقوم بيكرروا غنى الحقيبه بصوره جميله جدا ولطيفه جدا ولقى القبول ولقى الحضور ولقى الجمهور ايضا الغناء الحديث برضه هو ماشي في نفس النهج بتطوير في الالات الموجوده في الفرقه الموسيقيه برضه لقى القبول والحضور. خلينا نتكلم عن غنى الحقيبه والغنى الحديث وروح الشباب في الغنى ده. والله شوفي غنى الحقيبه ده عامل زي زمانك عندنا في لحد الحاجه دي الان بتكون عن قريب في اي بيت بتلقي فيه تراث حبوبه ولازم عن قريبه فده دي فرشه ما بتتغير ده اساس صحيح ثابت صح فاسي الناس بيجوا شنو بيجت طبعا زمان يعني كان المزيكا شويه يعني بنقول انها كانت ثقيله شويه هسه طبعا اللي قاعد يتغير مع العولمه والتكنولوجيا وكده فبقت الموسيقى شويه اسرع بل بالعكس بقى الغنى اجمل يعني هسه بقى كميه من الشباب انا بعرفهم فعشان ما اقول زول وانسى زول لكن يعني ما شاء الله بيأدوا غنى الحقيبه بطريقه جميله وبعدين غيروا شكل المزيكا يعني هسه بقت في بقت في حاجه الربابه معاه اله ثانيه أيوة او معاه اورجن مثلا في الاورجن ويغاع طب بقت لكن بقت في حاجه اسمها ورشه اللي هي ورشه دي من زمان موجوده لكن هسه اسمها بروفه طبعا صحيح هسه انا بقول لك ماشيين بروفه فالبروفه دي بقت تخلق جو انه يا اخي بيطلع من الحقيبه دي ذاتها اغنيه لكن بتكون بشكل خفيف بشكل جميل بموسيقى راقصه بكده فبقى الموضوع عامل انا لفتني شنو يعني انا يعني صحيح الفنانين بيقدموا بصوره جميله بيقدموا الحان برضه مختلفه وكده حتى اذا كانت جديده او مسموعه لفتني اهتمام الجمهور الشباب لهذه الاغنيات اغنيه الحقيبه في الحفلات العامه
في المناسبات المختلفة في اهتمام كبير جدا طبعاً. وده يدل على انه في استقطاب من اغنية الحقيبة بالتطوير اللي لسه بتتكلم عنه أيوه. بانه بتحصل ورش بيكون في بروفات بيكون في تعديل وغيره أيوه. انا دايرة اجي في الحتة بتاعت انه التعديل ده ما بأثر على اغنية الحقيبة لانه قلنا ده موروث وتراث يلا ما هو اوكي قلنا لك الاغنية ده هو ثابت ما بتغير لكن هو مش بيبقى تعديل بيبقى اضافة يعني من غير ما يأثر من غير ما يعني ما بيهبشوا العمود بتاع الاغنية صحيح. لكن بيكون يعني مثلا الاغنية زمان بتغنى بطريقة شوية بريك اي مثلا بريك او بطار وكذا ناس بعديه وكذا ربنا يرحمه فهمتي؟ صحيح لكن هسه محمد احمد عوض محمد احمد عوض كذا بتحس انها ثقيلة كذا يعني لكن دي لسه قاموا دخلوا فيها الاورجن الاورجن والالات الباقية بقت الاغنية ذاتها لكن بس على خفة كذا وعلى عجلة لكن على فكرة في ناس حابة الريك والاغنية الثقيلة دي كذا يعني ما حابة التغيير وفي ناس ممكن يكون في نوع من الشباب حابة التغيير مثلا يعني هنا الآراء مختلفة في النوع ده من الـ يعني التغيير أو التحديث في هنا الحقيبة كذلك أيضا الغناء الحديث يعني الغناء الحديث برضو هو دخلت عليه إضافات أول حاجة الآلات الموسيقية الجولات برضو أيوة. يعني تفاصيل كثيرة بتخش في تغيير الأغنية الحديثة طبعا وطبعا شوف أول حاجة الفن هو مزوق قبل كل شيء يعني في ناس انت قبل قلت في ناس بيحبوا يسمعوا الحقيبة لكن بقت طبعا الصورة العامة لأنه يعني هسه في المنتديات دي لو مشيت المنتديات بتلقى الغنى كله حقيبة لكن طبعا الصالات والأعراس والمناسبات هم بيشتغلوا الغنى الخفيف ده لكن يعني الغنى بتاع الحقيبة موجود زي ما هو عنده نت وعنده رواده صح. وعنده ناس طيب أنا برضو عرفت إنك أنت عندك مهمة أخرى بتنظم الحفلات داخل وخارج السودان كلمنا عن المشاركات زي ما انا مفتكر ان السودان ما شاء الله بيمتلك ثروه هائله من الفنانين ما شاء الله ربنا يديم العافيه والله لكن اول حاجه موضوع التنظيم طبعا موضوع خطر شديد اول حاجه من اول ناحيه فوق التزامات طبعا في الزمن الزمن غير الزمن فوق التزامات ماليه وفوق منصرفات وفيه سكن وفيه اعاشه وفيه بعد ذاك اجور بتاعت شغل فانت لما تيجي مثلا انا السنه كان اخر حفله مثلا عملناها في جوبا جيت جوبا الكلام ده قبل سنه وحاجه فيعني كان استقبلونا الله استقبال جميل الحفله كانت جميله لكن برضه بقول لك انه التكاليف يعني بس هي دائما الصعب في الموضوع ده التكاليف بتاعته يعني التساكر والاقامه وكده دي مرات بتكون على الطرف الثاني الجهه الداعيه ايوه الداعي الحفله او مرات مثلا الفنان بيقول لك لو في حاجات مثلا ما عليك او كلها علي انا بتبقى دي ذاتها شنو بعد ذاك انت بتدرب كل تفاصيلك وكل التزاماتك بالفرقه الماشيه وكده بتطرحها على الطرف الثاني اللي هو سايق لنا بيبقى شكل الموضوع عامل كده ده في التنظيم طيب انا يعني في برضه ظواهر يعني ظهرت مع الفنانين يعني الظواهر زمان ما كان زي شنو موجوده يعني اللي هي جميل تحدثنا عن عثمان حسين تحدثنا عن يعني فنانين كبار انا ما رجل من شأن زول لكن الان بشوف بعض الفنانين الواحد ما برد على التلفون مثلا الواحد تلقى وراه ثلاثة أربعة بوديجارد فأنا بشوف إنه دي واحدة من الظواهر قد ناس تنفع معاهم وقد ناس لا وقد تكون هي مفيدة وقد تكون لا لكن في 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 يعني في رأي بيرى إنه دي يعني مصروفات زيادة يعني إنه الفنان ده طالما إنه هو عنده مجموعة الحياة دي معناه هو صرفه عالي يعني يلا طيب ده أنا أقول لك أوضح لك كل سؤال بطريقة يعني أشرح لك حاجته موضوع التلفون الأول ده أول حاجة نسبة للفنان لأنه قلت لك التزاماته وشغله ويعني غير كده بكون داري هيئ نفسه للحفلة داري البس داير كده حتى كمان بالعكس يعني الفنانة لأنه متطلباتها بتكون أكتر لأنه التوب والليبس والميكب وبتاع الواد ده ممكن يخش في بنطلون كده ويعني لكن برضو الشكل بتاع الزول برضو مهم في ده في موضوع التلفون عشان كده بكون عنده مدير أعمال اللي هو عشان يعني ده بكون ماسك التلفون بتاع الارتباطات وبتاع الشغل وكده بكون قايم بالحاجات دي كلها دي من ناحية الفنان أما من ناحية بتاعت البودوغارد وكده دي أنا ما أقدر أبرر لك شيء ده شو هو ولا هو فعلا الموضوع محتاج كده هو والله شوف هو مش محتاج كده بس في حتات انت مرات لأنه هسه في ظواهر كثيرة حصلت فنانين اتضربوا في حفلات يعني في ناس مرات الغنى ده ما فيه يعني هستيريا شوية كده مرات الناس بتنفعل وكده وكده فهمتي فبكونوا ده الحراسة لشنو لأنه بس يعني ما في زول يصل عشان لأنه لما الفنان ده يضربوه او تحصل اي مشكله ما معناته الحفله شنو اتخربت يبقى خربوا مناسبه الناس
فعشان كده بكون البوتوغارد ده عباره عن شنو؟ بس انه هو زول بيحاول يحافظ على سلامه الحفله. ودحين انت لو لاحظت لهم بيكونوا واقفين ما بيسالوا زول الا ما لم زول مثلا داير يضرب زول كده. يعني في ناس مرات بيكونوا يعني ما في وضعهم الطبيعي كده، فهمت؟ فبكون ده السبب، لكن ما اظن في حاجه غير كده يعني. يعني ما شو؟ لا لا ما شو شو. سعيدنا بك جدا سيد حسين الحاج الناقد الفني متعهد الحفلات ومنظم الحفلات داخل وخارج السودان، ممثل الاتحاد مهن الموسيقيه. سعيدنا بهذه التجربه، بتمنى لك التوفيق دائما، ونتمنى انك تكررين الزياره مره اخرى على قناه الشروق. شكرا لحضورك. شكرا لكم وشكرا على الاستضافه الجميله، واشكر التيم العامل، الناس اللي ورا خلف الكواليس. طبعا عندنا اكثر ناس تعبانين، وربنا يقويهم ويديهم العافيه. وشكرا لقناه الشروق على الاطلاله الجميله دي، وانا اللي كنت سعيد معاكم جدا والله، لاول مره صار على قناه الشروق. وشكرا لكم كثير، وشكرا لك يا محمد.